مكان وكان له في الحضور عنوان، دلوقتي أصبح أثر تاريخه يحكي اللي كان. هرم مسلة ومئذنة وتاريخ كبير وزمان، فرعنة ومقدون وصين ومن رومان واليونان. هنزور مكان ومكان وإحنا بصحبة فلان. صوت العرب من القاهرة يقدم زيارة المكان بصحبة فلان. زيارة المكان بصحبة فلان. معكم فيها اليوم فرانسيس أمين، باحث أثري ومرشد سياحي. زيارة المكان بصحبة فلان، إعداد وإخراج سعدية حسين. برنامجنا النهاردة زيارة مكان، هنزور معبد الأقصر، وبنختار معبد الأقصر بصفة خاصة لأنه هيكون في احتفالية كبرى، هي احتفالية افتتاح أو انتهاء أعمال طريق الكباش اللي هو بيوصل بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر، وده شيء مهم للغاية، ودي احتفالية أثرية كبيرة، حدث أثري كبير ومهم جدا، حدث يمتد في تاريخ الحفائر لمئات السنين، وبذلوا فيه مجهودات علماء كثيرين، سواء بداية من 1882 لما ابتدوا يزيلوا المنازل اللي موجودة داخل معبد الأقصر، وده كان اكتتاب عمله جاستون ماسبيرو اللي هو كان رئيس مصلحة الآثار وقتها في الجرائد الإنجليزية، وطلب من الناس انها تساهم في تكاليف تعويض الأهالي وإزالة مدينة الأقصر القديمة من داخل وحوالين المعبد، وده كان أول اكتتاب عالمي يشارك فيه العالم بأسره لإنقاذ أو لحفر أو لاكتشاف معبد الأقصر. بدأت الحفاير وهدموا كثير من المنازل داخل المعبد. الصور القديمة بتبين لنا ان المعبد كان به حوالي يمكن 300 منزل داخل معبد الأقصر، كان به أبراج حمام، كان به ما نطلق عليه اسم أحواش للحيوانات. الجزء الأخير من المعبد أو ناحية قدس الأقداس كان بيوجد فيه بيت فرنسا الشهير اللي هو كان زي قنصلية فرنسية، وهو كان ملك محمد علي وهبه للفرنسويين لما جم سنة 1832 عشان ياخدوا مسلة الأقصر، وكان إلى جواره طبعا كنيسة الفرنسيسكان. طبعا ده كان عمل جبار، إزالة مدينة بالكامل. لجأ ماسبيرو للناس اللي بياخدوا السباخ أو المواد المخصبة للزراعة، فدول ساعدوا شوية في كشف معبد الأقصر. بعد اكتشاف المعبد وكان حدث عالمي كبير، هم تركوا المنازل اللي موجودة قدام المسلة بتاعت الأقصر، مسلة راحت باريس ومسلة بقت قدام المعبد وهي المسلة الشرقية. كان يفصل باقي منازل المدينة عن المعبد حوالي يعني 10 أمتار. فطبعا 1958 تبنت مصر عملية
لتطوير 5 مدن في مصر ومنها مدينة الأقصر، وكان التفكير في هدم هذه المنازل. هم حقيقة أول حفر في هذه المنطقة في وسط المنازل تم عام 1948 بواسطة المرحوم زكريا غنيم. المرحوم زكريا غنيم من كبار الأثريين المصريين، عمل في مناطق كثيرة، كان مدير أثار الأقصر. سنة 1954 اشتهر بأن هو اكتشف الهرم الغير مكتمل، الهرم المدرج الغير مكتمل للملك سخنخت ابن الملك زوسر، وده كان اكتشاف لي صدى عالمي. زكريا غنيم عامل في منطقة العساسيف وتحديدا في مقبرة منتمحات، وحقق اكتشافات مذهلة. بدأ في الكشف عن طريق الكباش، ما نطلق عليه نحن طريق الكباش، وهنرجع للموضوع ده لأني فعلا هو ليس بكباش، هو طريق أبو الهول، تماثيل متكررة لأبو الهول، فبالتالي ما هياش تماثيل للكباش. الكباش عندنا تماثيل الكباش وعندنا طريق الكباش، ودي تماثيل بتمثل جسم أسد أو جسم كبش يرمز للإله أمون. فلابد أن نفرق بين طريق أبو الهول اللي بيربط بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر وطوله 3 كيلومتر، وبين طريق الكباش اللي هو موجود أمام البيلون الأول أو الصرح الأول لمعبد الكرنك، وكان يمتد حتى الصرح الثاني في يوم من الأيام، وده المكان اللي أخدوا منه 4 كباش تزين مسلة أو تحيط بمسلة التحرير. هناك طريق آخر للكباش يربط البيلون العاشر من معبد الكرنك حتى معبد الإلهة موت، وهناك طريق آخر هو أول طريق معروف للرحالة ولمن زار مدينة الأقصر في القرن 18 والقرن 19، اللي هو بينطلق، المفروض كان بينطلق من معبد خنسو، ثم بنيت بوابة بطلمية ليورجتيس أمام المعبد فقطعت الطريق، ولكن الطريق يستمر أمام هذه البوابة، وهو ما كان يطلق عليه طريق الكباش. وكان يعتقد في يوم من الأيام أن الطريق يمتد حتى معبد الأقصر، أي أنه طريق من الكباش، ولكن الحقيقة هو مستوى أعلى من مستوى طريق أبو الهول أو طريق الكباش اللي هنحتفل قريبا بافتتاحه. الطريف أن الأجانب كانوا بيسموا طريق الكباش زمان طريق أبو الهول، واحنا النهاردة بنسمي طريق أبو الهول طريق الكباش، فدي يعني إيه ملحوظة طريفة. في الخرائط القديمة كانوا بيقولوا هناك اعتقاد بأن طريق الكباش يمتد حتى معبد الأقصر، أي المسافة 3 كيلومتر، يعني ده كان موضوع مفترض وموضوع متخيل. ولكن هناك ملحوظة ان احنا في الخرائط من سنة 1922 كانوا بيتكلموا عن شارع اسمه طريق أبو الهول، بما يؤكد ان في حفائر ما تمت في هذه المنطقة قبل حفائر المرحوم زكريا غنيم، وربما عملوا مجسات هناك واكتشفوا بعض هذه التماثيل. فده شيء جميل جدا، طريق أبو الهول زكريا غنيم ابتدى، اكتشف مجموعة قليلة من التماثيل، ولكن يرجع له الفضل أيضا في إزالة العديد من المنازل وفي فتح طريق فوق
طريق أبو الهول اللي احنا زي ما اتفقنا كان اسمه شارع أو طريق أبو الهول. ألف وتسعمائة تمانية وخمسين تبنت كما قلنا مصر مشروع لتطوير مدينة الأقصر، فبدأوا حفائر، بدأوا شق رصف طريق الكورنيش. الخريطة أو التطوير اللي كان مفترض لمدينة الأقصر هو في الحقيقة موضوع تم بحثه ودراسته سنة 45، وابتدوا بتشجير طريق الكورنيش بأشجار الفيكس اللي هي أصبحت أشجار معمرة النهاردة. لكن نقول سنة 58 المشروع بدأ في التنفيذ. كان مشروع طموح جدا، يتضمن ملاعب للجولف وهدم المدينة بالكامل وإنشاء مدينة لا يتعدى أدوار مساكنها الدورين وحفر طريق أبو الهول حتى معبد الكرنك. بدأوا من ناحية معبد الأقصر وهدموا تقريبا كل المدينة الباقية ما عدا قصرين تم إزالتهم سنة 2010 ومنذ شهور قليلة القصر الأخير. فالمدينة تم إزالتها، ولكن سمح للأهالي أن يبنوا، وهذا هو الخطأ المتكرر، أن يبنوا على مسافة حوالي 50 متر من المعبد. ونعود لنفس الخطأ لأن المعبد ليس بمبنى منفصل، المعبد هو مجموعة من المباني تضم بحيرات ومساكن للكهنة ومدارس وغيره وغيره، أي أن المعبد هو مؤسسة، مؤسسة كبيرة. بدأت الحفاير سنة 1958، طبعا كانت تحت إشراف محمد الأستاذ الدكتور محمد عبد القادر العالم الجليل اللي ترك الحفاير في بدايتها وعاد سنة 63 للتدريس في الجامعة، فتولى الدكتور محمود عبد الرازق استكمال حفائر طريق الكباش، وطبعا عثروا على حوالي 60 تمثال لأبو الهول اللي هم احنا تمتعنا برؤيتهم لمدة سنين طويلة حتى عام 2005. نستطيع أن نقول أن هذه المجموعة من تماثيل أبو الهول هي التماثيل المحفوظة جيدا، ويعود سبب الحفاظ عليها أن المباني التي بنيت فوقها كانت مباني من الطوب اللبن، أما باقي مدينة الأقصر أو باقي الطريق فقد أنشئت فوقه مباني مسلحة، فاضطر طبعا الناس اللي بيبنوا المباني المسلحة بالأساسات ان هم يدمروا اغلب التماثيل الموجودة بطوال الطريق. لذلك الاماكن اللي كان فيها عمارات عالية ومباني كبيرة لم يتم العثور فيها على تماثيل، بل يعتقد انها دمرت تماما بفعل فاعل اكيد لكي يستطيعوا استكمال بناء هذه العمائر. فطبعا ظل الوضع من تقريبا من وقت انتهاء حفاير الكباش عام 1967 حتى 2005 أهل الأقصر كانوا بيتحدثوا، العلماء بيتحدثوا عن استكمال طريق الكباش. 1984 الدكتور محمد الصغير بدأ من ناحية معبد موت حيث يبدأ يعني ينكسر ويبدأ طريق أبو الهول، بدأ في تنظيف هذه المنطقة في الكرنك، وقام بشراء قطعة أرض على مقربة من سوق الأقصر لكي يقوم بعمل مجسات لاكتشاف طريق أبو الهول. لم تستمر الحفائر، عام 1989 قاموا بتنظيف الطريق المكتشف القديم وعمل أسوار حامية له من ناحية مسجد المقشقش. طبعا 2005 بدأ المشروع الكبير اللي احنا
بنقول عليه الأقصر متحف مفتوح في عصر محافظ الجديد أو رئيس مجلس المدينة وقتها الجديد اللواء سمير فرج. فبدأوا في وضع خطط لحفر طريق الكباش وابتدوا أو طريق أبو الهول، وبدأوا في انتزاع الملكيات اللي موجودة على الطريق. فاحنا بنتكلم من 2009 2010 2011 كان تقريبا تم أكبر جزء وأكبر مرحلة في طريق الكباش، وكان مشروع الحفائر بإشراف الدكتور محمود مبروك وبقيادة العالم الأثري الكبير المعلم في هذا المجال الدكتور منصور بوريك ومجموعة كبيرة من الشباب الأثريين بمدينة الأقصر. تم الكشف عن تقريبا أغلب الطريق، وبقيت القطعة التي تقع أمام سنترال الأقصر بقيت، لأن هي كانت المنطقة الواصلة بين شرق وغرب المدينة، يعني زي كوبري بيوصل للمدينة، إلى أن تم الحفائر أخيرا، حفائر طبعا مهمة جدا بقيادة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى الوزير. نقدر نقول ان تقريبا كل شيء تم والطريق تم افتتاحه، لكن لدينا بعض الملحوظات المهمة. ان طريق الكباش او طريق أبو الهول لا يتكون فقط من تماثيل، لانه خصوصا في العصر الروماني وهو ما تبقى من اثار في طريق الكباش واضحة وجلية، هناك الكثير من الأحجار تعود لعصور الدولة الحديثة والعصور المتأخرة، ولكن في العصر الروماني بالتحديد أنشأوا سور حوالين طريق أبو الهول، وكان السور من الطوب الأحمر طبعا أحجامه كبيرة شوية، وهو ما يميز الطوب الأحمر الذي يعود للعصر الروماني. ولكن وجدنا كثير من الأنشطة تحيط بطريق الكباش، وجدنا مصانع للفخار، وجدنا مخازن للنبيذ، وجدنا حدائق عصروا أيضا على أواني لوضع النباتات والزهور أمام الكباش، قنوات صغيرة محفورة أمام الكباش. من الملحوظات الأخرى إن هذا الطريق تعرض لفيضانات كبرى، فكان الفيضان القوي يعني يقتلع التمثال من قاعدته ويدمره. فأثناء الحفائر وجدوا العديد من التماثيل ملقاة في الأرض مهشمة بسبب الفيضانات العالية التي تركت في العديد من المرات كمية من الطمي. وجد أيضا نيلومتر، وهو يستخدم لقياس مستوى المياه الجوفية المرتبطة بنهر النيل لمعرفة ارتفاع المياه في النيل. وجدوا عديد حتى من الكنائس تعود للعصر القبطي، وجدوا العديد من الأحجار التي أعيد استخدامها. إذن نستطيع أن نقول أن هذا الطريق هو طريق يمثل طريق للاحتفالات، فشيء طبيعي أن أثناء الاحتفالات التي تنطلق من معبد الكرنك من معبد موت إلى معبد الأقصر تمر بهذا الطريق. هذا الطريق ترجع أهميته أنه إذا تحدثنا عن النصوص التاريخية فيعتقد أن حتشبسوت هي من قامت ببناء هذا الطريق، ثم توالى كثير من الحكام رمسيس الثاني وغيره وعملوا في هذا الطريق، إلا أن التماثيل التي تقع ناحية معبد الأقصر هي تعود لآخر ملك وطني وهو الملك نختنبو الثاني. أما التماثيل الواقعة في منتصف الطريق فيعود معظمها إلى العصر الروماني، ويقل الحجم، حجمها يقل بعض الأشياء.
ختاما عايزين نقول حاجة مهمة جدا، ان طريق ابو الهول ده هو ابو الهول. اذا هي نفس الفكرة، ان تصنع تمثالا بهيئة اسد ورأس انسان هو رمز للقوة، ده شيء طبيعي ورمز للفكر زي ما بيقولوا، وللتعقل وللعقل ده مهم، ولكن هو يمثل إله الشمس، وخاصة وقت الغروب فلون الشمس الأحمر هو أو المائل إلى الإحمرار هو لون جلد الأسد، فهو يذكر بالأسد الشمس الغاربة. إذن لدينا إله الشمس، وكما هو الحال في أبو الهول في الجيزة حارس الأهرامات، هو حارس لهذا المكان، ويطلق عليه اسم حور إم آخت، أو كما قالوا اليونانيين حور ماخس، لكن هو حورس الذي في الأفق، أي أنه إله الشمس الذي يحرس الأفق، الذي يحرس الجبانة في منطقة الجيزة. إذن بدلا من تمثال واحد لأبو الهول، نحن لدينا طريق لأبو الهول 3 كيلومتر تقريبا، 1000 تمثال تقريبا تربط بين معبدي الكرنك والأقصر. ومن الأشياء الهامة أن هذه الأماكن صارت أماكن عبادة شعبية، أي أن جمهور أو الناس أو سكان المدينة كانوا يستطيعون رؤية هذا الطريق والتبرك بهذا الطريق والصلاة أمام هذا الطريق، بل ووضع القرابين، وكم من قرابين وكم من أشياء قدمت لتماثيل أبو الهول وتم العثور عليها أثناء الحفائر. إذن هذا الطريق الجميل الذي يصاحب افتتاحه احتفالية كبرى لمدينة الأقصر، قد تكون دافع كبير لعودة السياحة الثقافية إلى مدينة الأقصر، هو شيء مبهر، هو شيء جميل، وهو شيء يصلح أن يكون عنوان للفترة القادمة في مسيرة مصر الأثرية والسياحية. طريق الكباش الحقيقي أو الضخم اللي موجود في مدينة الأقصر هو الممتد من البيلون العاشر حتى معبد الإله موت في معبد الكرنك، وهو طريق محفوظ أفضل من طريق الموازي له. الطريق الموازي زي ما قلنا هو بيطلع من معبد خنسو إلى التقاطع القائم بين معبد موت ومعبد الأقصر بطريق أبو الهول. الطريق الموجود أمام معبد خنسو يتميز، وده نادر جدا، بأن الكبش فيه هو على هيئة كبش بالفعل، ليس بجسم أسد بل بجسم كبش، يعني بنشوف فيه ملامح الكبش ورأس الكبش. إذن يعني هو ده مختلف شوية عن بقية الطرق. أمام البيلون الأول هناك حوالي 40 تمثال لطريق الكباش اللي كان أمام مدخل معبد الكرنك، وده طبعا تم حفره تقريبا عام 1890، واستمرت الحفاير لما جه جورج ليجران مدير الأثار في الكرنك، قام بعمل حفاير أخرى. وطبعا هذا الطريق تعرض كثيرا لفيضانات وغيره وغيره، فكان مدمر بعض الشيء، لكن تم ترميم هذا الطريق، والآن طبعا هو الطريق يمكن الوحيد اللي بيشوفوه، ونطلق عليه اسم طريق الكباش. في سائحين سيدة فرنسية كتبت كتاب من 6 أجزاء اسمه لا كونتامبورين عن إيجيبت أو المعاصرة في مصر، تحدثت عن طريق الكباش الموجود أمام البيلون العاشر، وذكرت أن هناك نصوصا كثيرة كتبت على أجساد هذه التماثيل، وذكرت أن رجال الحملة الفرنسية تركوا الكثير من المخربشات على هذه التماثيل والتي أزيلت فيما بعد، وذكرت أن سكان المنطقة كانوا بيسكنوا في خيام ومباني صغيرة من الطوب اللبن تقع بين تماثيل الكباش. هذا لا يمنع أن
في معابد مصر هناك طبعا كل معبد كان أمامه طريق لإله حامي. ففي النوبة وجدنا معبد وادي السبوع، يطلق عليه وادي السبوع بسبب وجود طريق أبو الهول أو تماثيل أبو الهول في مدخل المعبد. إذن كل المعابد المصرية القديمة في إدفو أيضا وجدت بعض تماثيل لأبو الهول. إذن كل معبد مصري يحمي مدخله طريق بجسم أسد ورأس إله، رأس إنسان. هناك تماثيل بجسم إله ولكن برأس صقر وبرأس تمساح عصر عليه في معبد أمنحتب الثالث. وهناك قصة طريفة هي كانت سببا في نشأة علم الإيجيبتولوجي. عام 1850 حين جاء أوجست ماريت إلى مصر ليبحث عن برديات قبطية لمتحف اللوفر، وجد لدى أحد التجار، تجار التحف والأنتيكات، وجد لديه تمثالا جميلا لأبو الهول. فقال له: ده تمثال جميل، أنا ممكن أشتريه. فقال له التاجر: إن كنت تريد تماثيل أخرى فأنا أعرف مكان ممتلئ بهذه التماثيل. وأخذه إلى سقارة وبدأ ماريت يحفر. وتذكر ماريت أن سترابون الجغرافي الروماني كان قد ذكر أن طريقا من أبو الهول الصغير يقود إلى السيرابيوم أو إلى مدافن العجل المقدس، فعصر ماسبيرو بناء على هذه الجملة على السيرابيوم أو مدافن العجل المقدس، وكان أعظم اكتشاف أثري في القرن ال19. آلاف اللوحات والتوابيت الضخمة، شيء مذهل، وهو ما نطلق عليه السيرابيوم أو مدفن العجل المقدس. كان معكم فرانسيس أمين، باحث أثري ومرشد سياحي. زيارة المكان بصحبة فلان، إعداد وإخراج سعدية حسين، والمونتاج لرحاب عكا.